لو تقرأ مثل العلماء المعروفين بالعلم بالاستدلال الشرعي تجد أن كلام هذا العالم وكان سبقه عالم قبل 50 أو 20 أو 100 سنة هو نفس الكلام، اللهم إلا أن الأسلوب يختلف أو يزيد هذا بفائدة. ولذلك من يدعي العلم وليس من أهله ينكشف مع الأيام. تصور لو أتى إنسان وقال والله أنا سباك أو كهربائي، كل يزعم، لكن لو أتت الحاجة سينكشف الكهربائي من غير الكهربائي. كذلك لما تأتي الفتن سينكشف وسيعرف العالم من غير العالم.